بكم وهذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ الجولة بأهم ما جاء في صحف القاهرة ونستهلها بمنشطات وعناوين لصحيفة الأخبار. تكتب: المصريون يستعيدون فرحة العيد، السيسي أدى الصلاة في السيدة صفية، الرئيس يتبادل برقية التهاني مع الملوك والرؤساء، وزحام بالحدائق والشواطئ، إجراءات أمنية مكثفة بالشوارع لحماية المواطنين، وطوارئ بالمستشفيات. صحيفة الوطن أفردت تغطية خاصة للاحتفال بالذكرى 41 لحرب أكتوبر، كتبت تحت عنوان: أماكن الحرب تتذكر الانتصار. تجول مراسلو صحيفة في 7 ساحات لمعركة استرداد الكرامة، من بينها السويس الباسلة وحكايات الفدائيين في بلد الغريب، تبت الشجرة أقوى الحصون الإسرائيلية التي أسقطها الجيش المصري، معديا نمرة 6 حيث صعد الشهيد عبد المنعم رياض فارتفع العلم المصري. في ذكرى أكتوبر يتواصل الماضي مع الحاضر، هذا ما رصدته صحيفة الجمهورية. نقرأ: صلوا ونحروا الأضاحي في الموقع، رجال قناة السويس يقولون العيد الحقيقي يوم الافتتاح، مميش يصلي في موقع القناة ويكشف عن قرب الإعلان عن تفاصيل وصول أكبر كراكات في العالم للمشاركة في عمل الحفر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد اعتماد الموافقات الفنية المطلوبة. رغم زخم الاحتفال بالعيد وإحياء ذكرى نصر أكتوبر، لم يغب ملف مياه النيل عن اهتمامات صحف القاهرة. صحيفة المصري اليوم أفردت ملفها الخاص لهذا الموضوع. أبرز ما جاء فيه: معامل أمان النهضة لا يتجاوز 1.5 درجة. 4 سيناريوهات أمام الوفد المصري المفاوض في أديس أبابا هذا الشهر، ينبغي العمل على التخطيط لمشروعات تنموية وتعظيم دور المستثمرين المصريين في دول حوض النيل. بمناسبة الاحتفال غدا بالذكرى 41 لنصر أكتوبر المجيد، وتزامن ذلك مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، رأى الصحفي عبد المحسن سلامة في مقاله بصحيفة الأهرام أن ثمت خطوط مشتركة في التضحية والفداء، ففي أكتوبر كانت الحرب ضد العدو الإسرائيلي المحتل، أما اليوم فينبغي أن تكون الحرب على الأفكار المتطرفة والإرهاب. أمس احتفلنا بعيد الأضحى وغدا نحتفل بذكرى نصر أكتوبر، وما بين هذا وذاك خطوط مشتركة في التضحية والفداء مهما كانت الصعاب والمتاعب. فالشعب الذي هزم إسرائيل وأجبرها على الانسحاب قادر على دحر الإرهابيين الذين يرتكبون أعمال عنف وتخريب ضد الجيش والشرطة والمنشآت العامة والخاصة. المصريون الآن مطالبون أكثر من أي وقت مضى باستعادة روح أكتوبر على كافة الأصعدة، سواء في مجال التنمية والبناء أو في مجال إعادة الانضباط واحترام سيادة القانون. وقبل هذا وبعد، دحر الإرهاب وتصفية الأفكار المتطرفة كي يتمكن الشعب من إقامة دولته الديمقراطية الحديثة التي تأخرت طويلا، وإن آن الأوان أن تظهر للوجود. قراءة للأجواء الاحتفالية هذه المرة من صحيفة اليوم 7، والتي ربطت في افتتاحيتها بين الاحتفال بالعيد والاحتفالات بذكرى نصر 73 ومشروع قناة السويس الجديدة الذي اعتبرته منطلقا لزراعة الأحلام والآمال للأجيال القادمة التي تعيش اليوم حالة من البهجة في انتظار العودة بعد الاحتفالات للعمل والسعي لتحقيق تلك الأحلام. اعتاد المصريون صناعة البهجة من كل حدث، وامتدت الاحتفالات بالأضحى هذا العام في كل مكان. امتدت الفرحة لتعم أرجاء مصر، شارك الكبار والصغار معا، وكان تزامن العيد مع احتفالات نصر أكتوبر بمناسبة للتذكير بتضحيات الشهداء، لهذا شارك المواطنون الجنود الاحتفال بالعيد. إن نصر أكتوبر كان عبورا لقناة السويس وتحطيم لخط بارليف، ومن قناة السويس ينطلق المصريون لزراعة الأمل بمشروع القناة الثانية والتي تمثل أحد المشروعات الكبرى القومية، ومعها مشروعات أخرى تمثل أحلاما قابلة للتحقيق وتمثل ضوءا للأجيال القادمة. تستمر مطالعتنا للصحافة ونتحول إلى متابعات الصحف العربية، حيث لا تزال مواجهة تنظيم داعش تتصدر عناوين الصحف ومنها صحيفة الشرق الأوسط. نقرأ: التحالف يستهدف حماة لأول مرة،
ويضعف قصف داعش لكوباني. فشل الهجوم العاشر للتنظيم على جبل استراتيجي ومقتل 30 مقاتلا أجنبيا بالحسكة. ضربات التحالف الجوي لمحاربة الإرهاب في سوريا تقوض قدرة مدافع تنظيم داعش التي كانت تقصف الأحياء المدنية في مدينة كوباني بموازاة محاولات التنظيم السيطرة على ثالث أكبر المدن الكردية بسوريا. صحيفة الحياة اللندنية من جانبها تابعت مواجهة داعش في الجانب العراقي وقالت فوضى المواقف العراقية وهشاشتها لا تؤشران لنصر قريب، في حين تتسبب المواقف الأمريكية في مواجهة داعش في بلبلة حتى من بين أقرب حلفائها الغربيين والعرب، فإنها تصبح ألغازا بين صفوف العراقيين المتشككين أصلا في جدية واشنطن وتحالفها الدولي، وهو ما يتحول إلى فوضى في مواجهة التنظيم الذي يحاصر بغداد. إلى الأزمة السياسية في اليمن التي تابعتها صحيفة الخليج الإماراتية التي علمت من مصدر يمني مقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح أنه غادر اليمن إلى إثيوبيا للإقامة فيها بعدما نقض الحوثيون اتفاقه معه وتحالفهم غير المعلن الذي ساعد مسلحي الجماعة على اجتياح العاصمة صنعاء قبل أسبوعين. الأضحى في غزة يتيم وحزين والشوارع تعج ببيوت العزاء. تحت هذا العنوان قالت صحيفة القدس العربي بمأساة أكبر وهموم أثقل استقبل سكان قطاع غزة الساحلي وعددهم أكثر من 1.8 مليون نسمة عيد الأضحى المبارك بعدما أفقدتهم بهجة العيد ذكريات وآلام من جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي انتهت قبل شهر حاملة معها أسوأ الأيام واللحظات التي عاشها السكان منذ بداية الصراع مع الاحتلال. ثمن الدور التركي في التحالف رؤية طرحتها صحيفة الشرق الأوسط في مقال لها، حيث لفتت إلى أن تركيا تسعى من وراء مشاركتها في التحالف الدولي لمواجهة داعش لتحقيق العديد من الأهداف السياسية والأمنية التي لا تخفى على أحد، لعل في مقدمتها لعب دور فاعل في تسوية الأزمات الإقليمية. تقول ظاهريا تبدو شكليات المشاركة التركية العسكرية في الحرب على الإرهاب وكأنها حلت بتصويت البرلمان بالموافقة، أما باطنا فلا يزال دور تركيا العسكري في الحرب على داعش مرهونا بمطلبين رئيسيين وهما إصرار أردوغان على أن تكون أولوية أي تحرك ميداني لإسقاط الأسد إلى جانب مطالبته بموافقة واشنطن على إقامة منطقة عازلة آمنة شمال سوريا. وفي ظل الخلفية الأمنية والسياسية تتضح أبعاد مطالب تركيا وذلك لضمان دور لها في أي تسوية إقليمية للنزاع السوري قد تستوجب إعادة النظر في خريطة ساكس بيكو. إن أولويات مواجهة الإرهاب في هذه المرحلة لا تستوجب السكوت عما سيتبعه هذا الإجراء لاحقا من ثمن سياسي بالمنطقة. تساؤلات مطروحة حول ما تمر به المنطقة من أزمات متشابهة في كثير من بلدانها، وسردتها صحيفة البيان الإماراتية في مقال لها تحت عنوان نريد أن نفهم، حيث لم تستبعد سيناريو المؤامرات كأحد التفسيرات، لا سيما وأن الصراع بين الخير والشر والنور والظلام موجود في الكون منذ بدء الخليقة. من ينظر إلى خريطة ما كان يوصف يوما بالوطن العربي من المحيط إلى الخليج لا يرى سوى احتلالا همجيا وصراعات دموية واضطرابات أمنية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وقمع للحريات وانفلات في المفاهيم وبصورة لا تضاهيها أي منطقة في العالم رغم تعدد صراعاته وأزماته. بالطبع هناك صخب كثير ومجادلون أكثر، منهم من يلقي باللائمة على المؤامرات الخارجية وبعضهم يدس رأسه في رمال التعامي وتجاهل الوقائع والحقائق التاريخية منكرا وجود المؤامرة أصلا وكأن البشرية منزهة عن التحايل والشر والنفاق. والسؤال المهم، لماذا تنجح المؤامرة هنا؟ هل من تفسير عقلاني واقعي يشخص العلة ويوضح الأسباب؟ فنحن نريد فقط أن نفهم.
أصداء ما تمثله داعش من خطر كبير تلقي بظلالها على الشأن العالمي، وبتبعية متابعة الصحف العالمية المتمثلة في تصدر العناوين الرئيسية لها. نقرأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: الولايات المتحدة تحاول مواجهة جهود داعش لاستقطاب الشباب المسلم. إدارة أوباما تحاول وقف تدفق المتشددين من الشباب المسلم الأمريكي على السفر إلى سوريا للانضمام إلى صفوف داعش. وزير الأمن الداخلي يتلقى انتقادات وشكاوى متعددة بالمركز الثقافي الإسلامي بسبب مضايقات للمسلمين من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي. إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، الذي لا يزال يلقي كذلك بظلال على عناوين الصحافة الإسرائيلية. نقرأ من صحيفة هارتس: زيارات نتنياهو للولايات المتحدة أفسدتها ذكريات غزة وعلاقات نازفة. رئيس الوزراء الإسرائيلي افترض أن سحر المعادلة التي طرحها بأن خطر حماس يعادل داعش من شأنه أن يلغي الاستياء من حرب غزة والعلاقات المتوترة أساسا مع أوباما، وسجل من التصريحات سيئة التوقيت حول بناء مستوطنات جديدة، لكن الأمر لم يأتي كما يهوى. حول الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البرازيل اليوم، تدور المنشطات الرئيسية لصحيفة لوموند الفرنسية: البرازيليون ينتخبون رئيسهم الجديد. الجولة الأولى من التصويت اليوم تبدو مفتوحة للغاية بين الرئيسة ديلما روسيف، وهي المرشحة المفضلة، ومرشحين غرباء لكنهم أقوياء في ذات الوقت. استطلاعات الرأي تظهر منافسة شرسة مع مارينا سيلفا وسيناتور إيسيو نيفيز، وترجيحات بإجراء جولة ثانية من الانتخابات. هونغ كونغ والاحتجاجات مستمرة، عناوين حول هذا الموضوع من صحيفة إندبندنت البريطانية التي كتبت: المحتجون في هونغ كونغ يخططون لرد فعل عنيف، واختناق الصين بالثورة المظلة يبدأ. عشرات الآلاف من المتظاهرين يستمرون في احتلالهم لمساحات شاسعة في هونغ كونغ، لكن الرئيس التنفيذي للمستعمرة البريطانية السابقة يحذر من أن أيام الاحتجاجات باتت معدودة، والمراقبون يتفقون على أن الاحتجاجات وصلت إلى طريق مسدود. التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، وتسليط للضوء على ذلك في مقالة رأي في الصحف العالمية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اعتبرت أن قوات التحالف حتى لو نجحت في القضاء على خطر هذا التنظيم، فإنها لا تزال تخسر الحرب الأكبر في عودة الاستقرار والهدوء لمنطقة الشرق الأوسط. الجهود الأمريكية الرامية إلى إضعاف وفي النهاية تدمير تنظيم داعش امتدت إلى سوريا، وتحولت حرب العراق الثالثة بسلاسة إلى معركة أكبر في الشرق الأوسط، وأصبحت سوريا على الأقل الدولة الرابعة عشرة في دول العالم الإسلامي التي تتورط فيها الولايات المتحدة الأمريكية بغزو أو باحتلال، بدءا من العراق وأفغانستان مرورا بكوسوفو والبوسنة وباكستان، وذلك فقط منذ عام 1980. الجبهة الرابعة عشرة تكاد تفتح، ولكن البنتاغون يتوقع حملة من المرجح أن تستمر لسنوات. ورغم هذه المرحلة المبكرة، يبدو واضحا للغاية أننا لو فزنا سنخسر في نفس الوقت، فهزيمة داعش لن تفضي إلا لتورط أمريكي جديد أكثر عمقا يستمر لعقود، أثبت في السابق تكلفته العالية ونتائجه العكسية. حالة من الذعر ربما يثيرها فيروس إيبولا القاتل، ويخيم على صفحة رأي في الصحف العالمية: طلبت صحيفة أوبزيرفر البريطانية دول العالم بالتوحد في مواجهة هذا الفيروس بعد ظهور أول مصاب به في الولايات المتحدة. تقول الصحيفة: هذا الانتشار الواسع للإيبولا هو نتيجة حتمية لنقص المنشآت الضرورية وعنابر العزل وقلة الأطباء وأطقم التمريض ولعدم وقاية العاملين في المجال الصحي، وهو ما يؤدي إلى إصابتهم بالمرض، فضلا عن أساليب دفن الموتى التقليدية والفساد الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الإغاثة المخصصة لمحاربة المرض. الانتشار الفتاك لوباء الإيبولا في الشهور الأخيرة أدى إلى مقتل أكثر من 3000 شخص في غرب إفريقيا في وباء سريع الانتشار يمكنه أن يصيب 5 أشخاص جدد كل ساعة. الأمر أصبح ذات أهمية دولية، والفزع الذي تسبب فيه ظهور أول حالة للمرض في الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أننا جميعا معرضون للإصابة.
وفي ختام هذه الجولة نتحول إلى هذه الوقفة مع رسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. نهاية جولتنا الصحفية، كل عام وأنتم بخير.